الأهلي العالمي يهزم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد، ويضرب موعداً مع ريال مدريد في اللعب مع الكبار بكأس العالم للأندية. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن. ألف مبروك كابتن. وكولر يعدل الطريقة ويعدل اللاعبين ويبحث عن فوز وكان لها. ألف مبروك نادي الأهلي وجماهيره. الحمد لله. الحمد لله. وبص هقول لك حاجه، يعني واضح على فرقه الاهلي النهارده ما بيلعبش فرقه يعني عندها جري وكل حاجه، وزي زكي عبد الفتاح محل الفرقه دي قال لك هيلعبوا 60 دقيقه وبعد كده اعتقد ان الحاله البدنيه الحاله البدنيه مش هتشيلهم يعني طبعا. فانت واضح عليك برضو الاجهاد يعني واضح، اصل ما في مش ممكن تقول لي البطء في الاداء والشوط الاولاني وعدم التحركات وكلام، هو سره انك انت يبقى عندك بلاي ميكر فقط، ولكن انت دايما بتبحث عن تامين دفاعي قدام اي فرقه انت ما بتعرفش عنها حاجه. دول الفرق المجهوله اللي انت ما بتعرفش عنها اي حاجه، بتتفرج عليهم عندهم باص سريع، عندهم سرعات، عندهم باكات بتطلع، فلازم انت هتلعب بثلاثه زي اللي لعبت بيهم، وهتخلي حمدي فتحي هو المكمل مع كهربا او مع اي سنتر فيلد هيبقى موجود يعني. وكان التوفيق في الفكر طبعا ان الدنيا كلها انتوا الكباتن هنا كلهم قالوا ان هو لازم يغير طريقه اللعب ولازم يغير نص الملعب وخاصه في قفشه حقيقه يعني اسامه وعادل وبلال، انا اللي قلت مش هيقدر يغير دلوقتي وهيفضل ماشي بقوه الدفع دي ويشوف الدنيا فيها ايه ويستكشف الحياه ويدي فرصه كمان. كان اميزهم الحقيقه وكمل في فكرته هو بيرستاو، هو اللي بيتحرك، هو اللي عنده كوره، هو اللي بيجري، ولكن لما نزل معاه مجدي قفشه خلى الحكايه تكمل، خلى التحركات يبقى لها فايده، خلى اللعيبه تلعب، وكمان راح منزل احمد عبد القادر اكثر حركه، فخلق لعلي معلول اداء جديد، خدت بالك مثمر في خطوره انك تقدر تعمل عرضيات، تقدر تلعب تخش من العمق، تقدر تصوب، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. كذلك محمد هاني من ناحية اليمين ألف مبروك، أنا ما أقدرش أقول غير كده. عايزين لعيبة تريح بقى، هتلاعب النادي اللي احنا بننافسه دايما ريال مدريد، دي طبعا مباراة محتاجة سيستم تاني، محتاجة تفكير تاني، لأن الكواليتي بتاع ريال مدريد ولعيبة النادي ريال مدريد دول أحسن لعيبة في العالم. صحيح. اللي موجودين وهم أبطال العالم، فأبطال العالم محتاجين سيناريو خالص، وليه لأ؟ وخلينا نقول كلمة وليه لا؟ وليه لا؟ ما احنا كسبنا ريال مدريد قبل كده. ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، يبقى لنا شكل معاهم كويس وتحصل مفاجاه الاهلي ويبقى هو اللي بيلعب الفاينل باذن الله. باذن الله. باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك، ويبقى النادي الاهلي دائما وابدا هو مصدر الفرحه والسعاده الحقيقيه لجماهير الكره المصريه. الحمد لله، يعني مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للإدارة، للاعبين، للجهاز الفني، لكل من ينتمي للنادي الأهلي، مبروك للكرة المصرية بصفة عامة الوصول للدور قبل النهائي في بطولة أندية العالم. الحمد لله على المكسب. ما كناش في أحسن حالاتنا النهاردة، ولكن أحيانا بتحتاج المكسب يعني بيبقى الأهم، فربنا الحمد لله وفق وقدر مجدي قفشه يجيب كره يجيبها جون وكسبنا بيه، فده كان الاهم في الموضوع. طبعا الاداء النهارده ما كانش على المستوى اللي يأمله جمهور النادي الاهلي واحنا، ولكن ده طبيعي احيانا بيحصل في الكوره، لكن زي ما الكابتن شريف قال عندنا مباراه مهمه جدا اللي جايه مع ريال مدريد، محتاجه وقفة وشكل غير كده وتفكير غير كده، لأنك أنت هتلعب في مستوى تاني خالص. الفرقة بتاعت سياتل النهاردة فرقة مجتهدة، بيجروا كتير، عندهم قوة بدنية، ولكن طبعا يمكن كان الكابتن زكي عبد الفتاح قال أنه ممكن 60-70 دقيقة وهيبتدوا يهدوا، يعني لأنه من جايين من فترة إعداد، وده حصل. النادي الأهلي كمان حتى بعد التغييرات لقفشة وعبد القادر وشريف ابتدى يسيطر على اللعب، ابتدت يبقى في بعض المحاولات مش خطيرة جدا، ولكن ابتدت في سيطرة على
خد نجم المباراه. طبعا بيرستاو ادى مباراه جيده النهارده، ولكن بصفه عامه يعني الشكل بقى افضل نسبيا، بقى في سيطره شويه، ولكن ان شاء الله مباراه ريال مدريد عايزه شكل تاني خالص واستعداد تاني خالص وتفكير تاني خالص ان شاء الله، انك انت هتلاعب فرقه طبعا ابطال العالم يعني، او واحده من اهم فرق العالم في التاريخ كله يعني. صحيح كابتن عادل، الف مبروك. الكبير بيعرف يكسب في اي وقت. الاهلي بيعرف يكسب يعني، الاهلي هو الكبير. خلينا نتكلم انه الاهلي بيعرف يكسب مهما حصل، كنت كويس ومش كويس. انا بعجب دائما لما بتكون بتوصل في المباريات اللي هي المجموعات او البطولات اللي زي، انت بتروح لهدفك. هدفك ايه؟ هو انك تكسب. هدفك ايه؟ انك انت تصعد للدور الثاني. ممكن توصل له باي طريقه، بس انت عندك ميزه كويسه قوي. انا بحب الميزه دي طول عمري، ان النادي الاهلي طول الوقت عنده ايحاء ان هو يكسب. هو اللي عايز يكسب، هو اللي عايز يكسب، هو اللي عايز يكسب، ودي حاجه كويسه قوي. كونك انك هتقابل ريال مدريد فدي حاجه كويسه قوي تناسب النادي الاهلي. انا بقول لك تناسب النادي الاهلي. الحاجه الثانيه المهمه ان الاهلي النهارده بغض النظر عن الاداء المتفاوت ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني، واللي انا شايفه واللي انا شفته انه التغييرات اللي غيرها مستر كولر في الاخر اسمرت. يمكن احنا اتكلمنا في اول الشوط ان قفشه، طلبنا بقفشه يكون طالما حمدي فتحي بيلعب تحت المهاجم، طلبنا ان قفشه يبقى الموجود لان قفشه اكتر وافضل واقوى، وطالبنا ببقيه التغييرات. لكن على الاخص قفشه احنا بنتكلم على لو انت بتلعب بطريقه حمدي فتحي ان هو ديفندر للاثنين اللي قدام، لكن حمدي فتحي ما بقاش ديفندر للاثنين اللي قدام، حمدي فتحي بقى مهاجم لان الفرقه ما عملتلكش عمق، الفرقه بقت تطلع بيك، فخليتك خليت قفشه مش ديفندر، مفيش مساحه يلعب فيها الديفندر اللي هو للمهاجمين. يعني هي الفكره انه دايما حمدي فتحي لما بيبقى ديفندر للثلاث لعيبه اللي قدام، على فكره يعني لما بيفكر فيها مستر كولر بيعملها بالشكل ده. لكن لما فرقه سياتل عملت ما عملتش عمق دفاعي اللي حصل وضغطت الفرقه شويه، حصل ان ما بقاش فيه حمدي فتحي هنا يقدر يستغل الموقف ويقدر يستغل، فكان الافضل ان قفشه ينزل ويلم. ولكن في اخر الامر، قبل ما نتكلم في فنيات، قبل ما نتكلم في اي حاجه، انت بتعرف تكسب طبعًا. انت بتعرف تشرف بلدك طبعًا. انت وصلت بتلعب ريال مدريد، ودي حاجه عاديه بالنسبه لنا لعبناها. كابتن انت الوحيد اللي بتعرف تشرف بلدك، ورحنا ولعبنا بايرن ميونخ قبل كده ولعبنا في فيعني يعني احيانا هيطلعوا بقى يقولوا ايه، ان البطوله سهله. هيتقال ايه يعني المره الجايه؟ يقول عارف مره يقول لك ايه، مش ده ريال مدريد، ريال مدريد ده بتاع الدرجه الثانيه. يعني ناس اتجننت والله. كابتن هلال الف مبروك. الاهلي يثبت دائما انه يستحق اللعب مع كبار. الاهلي كبير طبعا، والكبار دايما بيحبوا يلعبوا مع بعض. صحيح. تمام. اللعب بتاع الحواري ده ما لناش فيه الحقيقه. مبروك الفوز للنادي الاهلي طبعا. مهم جدا 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 في مباراه النوك اوت انك تكون بتعرف تكسب يا كابتن ايمن. صح. مهم جدا جدا جدا. ممكن تكون ما بتاديش بشكل كويس او بالاداء اللي انت معتاد عليه او اللي يليق بيك، لكن الاهم انك تعرف تكسب، لان في النهايه التاريخ بيقول ان الاهلي وصل للسيمي فاينل. تمام. الاهلي هيلعب ريال مدريد. صح. تمام. الاهلي تخطى اوكلاند سيتي وتخطى سياتل، والنهارده راح يلعب ريال مدريد في السيمي فاينل، وبعد كده يلعب فاينل يلعب ثالث ورابع. يعني انت دلوقتي بتتكلم في ميداليه، خلاص انت قاب قوسين او ادنى ان شاء الله من ميداليه تحقق ان شاء الله تبقى ميداليه رابعه بالنسبه لك باذن الله ان شاء الله. باذن الله. فمهم جدا 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 حتى وان كنت في اسوأ حالاتك، في اسوأ حالاتك تمام، انك تكون بتعرف تكسب، انك تحقق المكسب. خد بالك انت كان عندك مشكله كبيره جدا، انت عندك مشكله وانت في القاهره اساسا، انت بتلعب كل 72 ساعه مباراه، ورحت النهارده بتلعب كل 48 ساعه مباراه، فانت عندك مشاكل المباريات المتتاليه، لان مهما كنت
ومهما كانت قدراتك البدنيه مش هتقدر تتحمل انك تلعب. يعني المباراه اللي جايه عشان بس الناس ما تقعدش تتريق علينا على اليوتيوب يقول لك انا بلال بيقول لك ريال مدريد واحنا عندنا مشكله بدنيه، لا انت ممكن يبقى اداك كويس جدا 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 لو انت عندك وقت. ايوه تمام. أيوه. ومريح وبتلعب مباراه مع مثلا مع ريال. أيوه. وتأدي بشكل كويس. اه بالظبط، حتى وان لم تؤدي بشكل. أيوه. جيد بس في الظروف الطبيعيه، بس في الظروف الطبيعيه بتاعتك. فاهم قصدي؟ أيوه. فانت هتلعب مباراه كمان اعتقد هي هتبقى يوم 8 ان شاء الله، يوم 8 باذن الله، والنهارده 4، فانت عندك 3 ايام عندنا يوم زياده برضو، يعني مش كتير قوي يعني. فاهم قصدي؟ وهتلاعب فريق بتلعب ريال مدريد بطل العالم النهارده. لا لما كانوا بيسالوا جوارديولا بيقولوا له انت ليه ما بتاخدش بطوله الشامبيونز ليج يعني اوروبا تشامبيونز ليج؟ قال لك عشان في فرقه اسمها ريال مدريد موجوده. فاهم قصدي؟ يعني عشان ريال مدريد موجودين فعشان كده هو جوارديولا بكل ما اوتي من فهم في الكوره وذكاء وقدرات بيقول لك ريال مدريد موجوده فانا مش قادر. وانشيلوتي فاهم قصدي؟ يعني ماشي وانشيلوتي صحيح. فانت النهارده رايح تلعب ريال مدريد، رايح في مباراه رسميه ليست مباراه وديه، في مباراه في سيمي فاينال كاس العالم للانديه، في حاجه يعني كبيره جدا جدا، محفل كبير جدا. ما نلعب للاستمتاع، هنلعب للاستمتاع ان شاء الله. هو احنا كده بص يا كابتن احنا مستمتعين حتى لو اتغلبنا. اه بس يعني لو احنا زودنا يعني انا بص يا كابتن انا ككوتش اقول لهم استمتعوا. ما انا بقول لك احنا لو حتى لو يعني حتى لو اتغلبنا احنا برضو مستمتعين. هو وصلنا، هو مش هيحط علينا. احنا عندنا كابتن اولا البطوله دي بطوله تشريفيه للكبار بتوع القارات كلها، ده رقم واحد. دي بطوله فانت وجودك بالظبط، فانت وجودك في البطوله دي هو صح. اكبر تشريف بالنسبه لك لان انت كبير. صحيح بالمعنى الاصح. ثاني حاجه انت بتلعب ريال مدريد القامه الكبيره جدا وافضل تاريخ في اوروبا والعالم بشكل عام طبعا. لا والعالم كله، العالم كله. ما هي الكره في اوروبا رقم واحد صح. فانت لما يبقى ريال مدريد هو المسيطر على الكره في اوروبا وصاحب اكبر الجوائز تم واكبر البطولات، فانت بتلاعب افضل فرقه في العالم. صحيح. فدي لوحدها على فكره، دي لوحدها ده لوحده تاريخ. صحيح. يعني انت لما تيجي تصنف تاريخ يقول لك انا لعبت السنه اللي فاتت مع باير مونشن في السيمي فاين، ولعبت السنه دي مع ريال مدريد في برضه في السيمي فاين. يعني انت دايما يا كابتن الحمد لله النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا. صحيح. النادي كبير جدا بتاريخه بألقابه ببطولاته بامكانياته، كبير كمان يعني بمبادئه. فاهم قصدي؟ احنا خد بالك عمرنا ما طلعنا مثلا صغرنا من حجم بطوله خدها حد، او مثلا لو وصل لحاجه لاي حاجه كبيره من الحاجات، بس احنا بس مش سيبك بس سيبك انا برضو ما عندناش فرصه نصغر لان هو ما بيوصلش. بس سيبك برضو الفرحه مع الاهلي مختلفه. طبعا اكيد. تعال نروح بقى نرصد حاله الفرحه الكبيره اللي عليها جماهير واعضاء النادي الاهلي في اهل الجزيره والزميله مريم سميح. عودة ليك طبعا يا كابتن ايمن، ببارك لك وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. الاهلي لا يقبل الا بمواجهه الكبار. الاهلي الى نصف نهائي كاس العالم للانديه وهيواجه ريال مدريد ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل زي ما قلنا طبعا قبل الماتش. يعني قضيه جديده لقفشه يا كابتن ايمن، طبعا زي ما انت شايف احتفال كبير جدا، فرحه اهلاويه عارمه بتعم على مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه ان يعني الحقيقه هدف في الوقت القاتل طبعا زي ما احنا كلنا تابعنا، وزي ما بقول لك طبعا قضيه جديده لقفشه. خلينا طبعا يعني ناخد دلوقتي اراء اعضاء النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره تقول ايه النهارده عن اداء رجاله النادي الاهلي وتاهلهم لنصف نهائي كاس العالم للانديه. الف مبروك للمصر كلها وسيادة الجمهوريه، ونقول لايمن ايمن شوقي وللمعلوم اللي معاه الف مبروك، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والحمد لله غلبنا النهارده 1-0 الفقره ان شاء الله باذن الله بدور الاربعه ان شاء الله مع ريال مدريد، يعني مع ان شاء الله باذن الله ونلعب ريال مدريد برضه ان شاء الله. قفشه وقضيه جديده تقول له ايه هدف في الوقت القاتل الحقيقه، يعني قتل الماتش، تقول ايه لقفشه النهارده؟ هي القضيه الثانيه دي، يعتبر القضيه الثانيه بالظبط في التوقيت يعني بالظبط. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الماتش دوت كان صعب عشان كنا هنلعب ريال مدريد، انما دلوقتي لما تيجي تلعب ريال مدريد ان شاء الله باذن الله هتبقى الماتش هيبقى احسن واحسن باذن الله، وان شاء الله في النهائي باذن الله. بطل امريكا النهارده سياتل ساوندرز كان بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يعني يمكن فريق مجهول، شايف النهارده الاداء ازاي قدام سياتل ساوندرز من رجاله النادي الاهلي؟ والله في البدايه بس احب اشكر الكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه، واشكر مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب انه مساند الفرقه رغم ان في تعب وكل حاجه بيستحمل الضغوطات وبيساندهم، وبشكر طبعا اللعيبه كلها ومجلس المدير الفني والجهاز الفني كله، وكان في 11 راجل في الملعب
والباقي اللي على الدكه كلهم رجاله. وطبعا قفشه يعني معودنا طبعا ان هو لازم يفرحنا، وده وان شاء الله هنقابل نادي القرن الافريقي هيقابل نادي القرن الاوروبي، وان شاء الله نشوف ماتش كويس، وان شاء الله نعمل اداء مشرف ان شاء الله، وان شاء الله نوصل للنهائي. لسه مستمرين معاك يا كابتن ايمن في رصد طبعا ردود الافعال عقب انتهاء طبعا او تاهل النادي الاهلي يعني نصف نهائي كاس العالم للانديه. يعني تقول ايه النهارده رجاله النادي الاهلي؟ شايف ازاي المواجهه اللي جايه قدام ريال مدريد؟ طبعا زي ما احنا عارفين مش اول مره نقابل الكبار، شايف ازاي متوقع ايه للماتش اللي جاي قدام ريال مدريد؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حابب اشكر اللعيبه كلها النهارده، وحابب اشكر الجهاز الفني ومجلس الاداره كله. الماتش اللي جاي اكيد هيكون صعب، لان انت بنتكلم على اسم معروف للناس كلها، ريال مدريد فريق قوي. لكن لما نيجي نتكلم برضو عن النادي الاهلي، عشان احنا جمهور النادي الاهلي واثقين في الرجاله كلها ان شاء الله، وان شاء الله الماتش اللي جاي يمكن يكون صعب، لكن مفيش صعب على النادي الاهلي، وتعودنا على كده من الاداره كلها ومن اللعيبه، دايما بيكونوا قد المسؤوليه وبيبقوا رجاله في الملعب. بالتوفيق ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله. تغييرات النادي الاهلي شايفها النهارده ازاي لمارسيل كولر؟ تغييرات النادي الاهلي شايفها ازاي النهارده قدام مارسيل كولر؟ تغييرات مناسبه جدا، بس هو بس كان الدفاع بتاعهم كان مش عارف كان فيه ايه النهارده، كان معاندنا بطريقه، بس ان شاء الله الاهلي هيوصل النهائي تعويضا للظلم اللي تعرضنا له في نهائي افريقيا اللي فات، والبطوله ان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله. يعني يمكن زي ما انت شفت معانا يا كابتن ايمن، دي بعض من طبعا يعني ردود افعال اعضاء النادي الاهلي هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، زي ما احنا قلنا وزي ما احنا شايفين كمان كل الناس بتهتف باسم قفشه، بالنادي الاهلي دايما، النادي الاهلي لا يقبل الا مواجهه الكبار. طبعا لسه مستمرين معاك يا كابتن ايمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، العوده ليك مره اخرى. شكرا جزيلا الزميله العزيزه مريم سميح. ومن اهل الجزيره نروح لاهل مدينه نصر ونشوف فرحه الاعضاء مع زميلتنا روزان نصر. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب بضيوفك الكرام طبعا، ضيوف الاستوديو التحليلي، وبرحب كل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك لجماهير القلعه الحمراء، طبعا يوم يعني الفرحه في كل مكان. حاليا معايا متواجد طبعا اعضاء النادي الاهلي فرع مدينه نصر، خليني طبعا يعني انقل لكم طبعا فرحتهم. برحب بيك طبعا على شاشه قناه الاهلي، قول لي رايك في اداء المباراه، وقول لي رايك في المباراه، وايه احساسك بعد الفوز طبعا على سياتل ساوند؟ الحمد لله، نقول الف مبروك للنادي الاهلي، نشرف الكره الافريقيه والعرب، وان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله نلعب بحماس، نلعب برجوله، والنتيجه عند ربنا باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، الف مبروك. خليني اسال حضرتك طبعا، شايف مين يستحق يكون رجل مباراه النهارده؟ الحقيقه لا، هم كلهم والله، يمكن يعني بيرسي تاو قدم مباراه جميله جدا وكان بيضغط، عندنا كل اللعيبه قفشه طبعا برضو لما نزل يعني عمل القضيه ممكن تاني في الدقيقه 88. مارسيل كولر ده مدير فني رائع واختياراته وعنده ثقه في نفسه وفاهم بيعمل ايه، مجلس اداره مستقر ومش مش شاغل باله بكل المناوشات اللي حواليه، ومركز مع فريقه ومركز مع ناديه، ده نادي القرن الافريقي، وهو يليق انه يوصل للمستوى اللي هو فيه النادي الاهلي، وده فخر كل افريقيا والمصر كلها والعرب كلهم. شكرا. تحب تقول ايه طبعا النهارده للعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي؟ طبعا الف مليون مبروك، وان شاء الله منتظرين الاكثر والاكثر، وده اللي الاهلي عودنا عليه، ان احنا نهزم ان شاء الله ريال مدريد ونوصل للفاينل باذن الله، ونكسب كاس العالم عشان يبقى على صدرنا كده كاس العالم ان شاء الله، علامه الكاف. توقعاتك بقى للمباراه القادمه ان شاء الله؟ طبعا من لاعب بطل اوروبا معاه مدرب كبير كارلو انشيلوتي، بس ان شاء الله النادي الاهلي هداها، ولعيبه النادي الاهلي هداها، ومستر مارسيل كولر قده، وان شاء الله الاهلي هيكسب، والنادي الاهلي اعظم نادي في الكون. كابتن ايمن طبعا يعني شايف اكيد الفرحه يعني من خلفي عامله ازاي، اكيد بشكرك كابتن ايمن وهرجع لك مره ثانيه. خلي الولد ده يقول كلمه. شكرا جزيلا للزميلة روزان نصر. ومن أهل مدينة نصر نروح سريعا لأهل الشيخ زايد ونعيش الفرحة مع أعضاء نادي الأهلي الشيخ زايد والزميلة سارة حامد. من جديد برحب بك يا كابتن ايمن طبعا بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبارك لك طبعا يا كابتن ايمن، وبارك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا بعد فوز النادي الاهلي النهارده على سياتل ساوندرز في مباراه الجوله الثانيه من بطوله كاس العالم للانديه، ببارك لك ثاني مره ثانيه. وطبعا زي ما حضرتك شايف يعني طبعا فرحه جماهير او اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ببارك لك طبعا النهارده مليون مبروك، وشايف المباراه النهارده ازاي، وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ طيب انا اول حاجه بقول الف مبروك لكابتن بيبو، الف مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي.
مبروك لمارسيل كولر. الراجل ده يا جماعه مدرب عبقري. احنا شفنا الشوط الثاني، الشوط الاولاني كان عامل ازاي، شفنا لعيبه في الشوط الثاني اللياقه البدنيه هي اللي فرقت معانا. الراجل ده في اوضه اللبس اكيد عمل شغل واكيد قال كلمتين للعيبه، واحنا شفنا دلوقتي الجون جه من التغيير اللي عمله. ومبروك لقفشه القاضيه. ممكن شكرا. شفت الماتش النهارده؟ عايز تقول ايه بقى لعيبه النادي الاهلي؟ عايز اقول مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله بقى نقابل ريال مدريد وان شاء الله نكسبها وناخد كاس العالم ان شاء الله. طبعا مبارك لحضرتك النهارده. وشايف مين نجم اللقاء النهارده برغم ان المباراه كانت صعبه طبعا على النادي الاهلي، بس شايف مين نجم اللقاء النهارده؟ نجم اللقاء هو كولر. قسم الماتش كويس قوي وعارف ياخد منه اللي هو عايزه، والحمد لله احنا جربنا القضية المصري والقضية الامريكاني، اللي جايه ان شاء الله القضية الاسباني ان شاء الله. بشكر حضرتك. طبعا مستمرين معك يا كابتن ايمن، ويعني طبعا واحده من كبار مشجعي واعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، ببارك لحضرتك طبعا النهارده. شايف الماتش النهارده ازاي؟ ايه شايف النهارده ماتش ازاي؟ وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ الماتش جميل واللعب حلو قوي، والف مبروك للاهلي وابطال، والاهلي ابطال وجمهوره بيشجعوا، والف مبروك للجمهور، والف مبروك لاعضاء النادي الاهلي، والف مبروك لبيبو. والتغيير اللي حصل ده كان تغيير كويس والحمد لله، والقضية ممكن ان شاء الله. القضية ممكن. طب شفتي الماتش النهارده؟ اه. عايز تقول ايه بقى لعيبه النادي الاهلي؟ عايز اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك على كابتن بيبو. وانا اسمي متاب هشام، وانا بلعب سباحه في النادي الاهلي. شفتي الماتش النهارده؟ اه. عايز اقول مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله نكسب الماتش الجاي. شايف مين النهارده نجم الماتش؟ الصراحه انا عن نفسي شايف مجدي قفشه، عشان هو بالنسبه لي اكتر واحد عمل مجهود الصراحه. مبارك طبعا لحضرتك النهارده. وشايف مين نجم اللقاء النهارده؟ وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وطبعا اداره النادي الاهلي؟ الاداره مش عاوزه كلام، رجاله واللعيبه رجاله، وهو فعلا هو ده النادي الاهلي، نادي القرن. ان شاء الله الماتش اللي جاي ريال مدريد ان شاء الله. مبارك لحضرتك طبعا النهارده. وشايف مين نجم اللقاء وتحب تقول ايه للعيبه، وايه توقعاتك لماتش ريال مدريد؟ نجم اللقاء هو اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، اللي احنا ما بنسمعش المنافس اللي بيغلط في صفقاتنا وبيغلط في كيان النادي الاهلي. احنا مكملين في طريقنا، وان شاء الله باذن الله الماتش الجاي هنكسب ريال مدريد ونوصل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مبارك لحضرتك النهارده. وشايف المباراه النهارده ازاي؟ وتحب تقول ايه للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ اقول لهم الف مبروك، واداء كويس جدا الشوط الثاني، وقفشه كان نجم الشوط الثاني، وان شاء الله الفوز المره الجايه صعب باذن الله يتحقق ان شاء الله. توقعاتك ايه الماتش؟ اه طبعا صعب مواجهه ريال مدريد، لكن شايف المواجهه هتكون ازاي؟ احنا تعودنا في النادي الاهلي ان احنا لازم ما عندناش غير الفوز، وربنا يكرم ان شاء الله تطلع اداء مشرف ونتيجه كويسه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يا كابتن ايمن زي ما حضرتك شايف طبعا فرحه اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وكمان توقعاتهم للمباراه القادمه ان شاء الله امام ريال مدريد. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلام ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا شكرا جزيلا للزميله سلا حامد. وكابتن شريف الفرح حلو، الفوز حلو، مفيش كلام، والفرحه دايما مصدرها النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيسعد الدنيا كلها. صحيح، على طول الخط الحمد لله. بس الحمد عشان لله. الناس اللي بتشكك في النادي الاهلي وبتشكك في قدرات النادي الاهلي، احنا قلنا في مكاسب النادي الاهلي، قلنا قبل تتعلم من النادي الاهلي، قلنا قبل في الاستوديو في قبل المباراه، النادي الاهلي بيكسب لانه ما يعني بيبص في لقدام، عمره ما بص لورا. و اسم النادي الاهلي اي حد بيتمنى يكون يقترن بيه بس، او يبقى موجود في الصوره عنده، او يعدي من جنب النادي، خدت بالك، او يكون موجود من ضمن المنظومه، او يكون ليه اي دور عضو جمعيه عموميه. شوف كميه الناس اللي بتتمنى انها تبقى اعضاء في النادي الاهلي. منين الكلام ده كله؟ او ليه صحيح. الكلام ده كله لان النادي الاهلي تخش، اقسم بالله احنا بنخش اكنها في جامعة. احنا بنخش النادي الاهلي كل حاجة متوفرة فيه، ولكن فيه نظم واخلاق وصص. والتطوير اللي بيحصل اللي انت شايفه، مبادئ اللي احنا كلنا شغالين عليها. احنا مش بندي دباغة في الكلام دلوقتي على النادي الاهلي، كل الناس فاهمة الكلام ده كويس قوي. بس النادي الاهلي الموروثات اللي هي موجودة من 1907 لحد دلوقتي ما شذش عن الوضع، ما كانش فيه سطر فوق وسطر تحت. نفس اللي اشتغلوا بيه اول الناس اللي كانوا موجودين، نفس الشكل بيشتغل بيه نفس الناس الموجوده دلوقتي، لو ما عندهمش فرصه يحطوا شخصيتهم اللي هي شخصيه الاهلي. صحيح، شخصيه الاهلي هي اللي بتبرز كل شيء. فالنجاح لما بيجي لك النهارده نجاح المنظومه كلها،
يعني عشان اجي ابارك هبتدي ابارك من اول العامل لغايه اكبر راس عندنا صحيح. في صحيح. في المنظومه كلها صحيح. فمبروك للاهلي. احنا بنتمنى انا كشخصيا بقى بتمنى المباراه الجايه ده جالي حظ وحلب قدام ريال مدريد بتمنى حاجات كتير جدا. بتمنى لعيبتي تنزل تستمتع ان شاء الله باذن الله ما يحطوش في دماغهم بقى فينيسيوس وبنزيما يمكن مش هيلعب عنده شد في الماتش اللي فات انا شفته ولكن عندهم رودريجو وعندهم لعيبه تانية جامدين جدا بيلعبوا الراجل من نص الملعب مودريتش توني كروز انا حافظهم كلهم توني كروز انما تيجي عثمان ديمبلي بيلعب معاهم لا لا, لا واحد بارس تاني بارس اللعيبه كلها بتاعت ريال مدريد لما تقعد تعدهم كده بانشيلوتي ها شكلك الاهلي وفرحه الفوز النهارده حسيتك حاجات كتير لا لا اصل جميل انه بيكلمك على انت هتلعب مين هتلعب انا بفكرك انا لسه بتفرج عليهم اول امبارح مع فالنسيا عاملين مباراه غير عاديه وزعلت على بنزيما ان هو جاله يعني حس بشك في شد كده وخرج انا عايز اقول لعيبتنا انا متفائل نستأذنك كابتن شريف قبل التفاؤل حبيتك يا اهلي من غير ما اسال سؤال وبحبك يا اهلي مهما طال المطال ومعانا معلق مباراه اليوم الزميل حماد العنيزي مساء الخير يا حماد مساء النور هلا استاذ ايمن ومرحبا فيك ومرحبا في مشاهدين الكرام والف مبروك للنادي الاهلي العظيم حقيقه انا اقولها وانا اعنيها حقيقه لانه النادي الاهلي يعني يا ما فرحنا ويا ما وانا حقيقه اليوم انا سعيد انا اسعد الناس بتواجدي اليوم ومع فوز الاهلي حقيقه كنت يعني خايف انه لكن كانت عندي ثقه كبيره انه النادي الاهلي بيمر والحمد لله الف مبروك لكم جميعا الاهلي اسعد كل جماهير الكره العربيه صحيح حقيقه يعني اليوم كلنا مع الاهلي كلنا خلف الاهلي وكنت يعني بعد تأهل يعني كنا عندنا طرف في نصف النهائي صحيح رسمي عربي الهلال او الوداد الحمد لله تأهل الهلال الف مبروك للهلال وهارد لك للوداد المغربي اي نعم مبروك الف مبروك للهلال وهارد لك حظ اوفر للوداد قدم مباراه كبيره لكن اليوم يعني احنا نتكلم عن الاهلي حقيقه الشوط الثاني يعني غير كل شيء صحيح فرح الكل اسعدنا حقيقه سعاده كبيره انا مبسوط انا سعيد والله ما ادري حتى ايش قلت في الهدف لكن حقيقه يعني الاهلي اليوم قدم مباراه كبيره ويستحق التاهل والتواجد في نصف النهائي وان شاء الله عقبال النهائي شفت الماتش ازاي النهارده وهل كان عندك قلق لما الماتش طول وقلت ممكن نخش الوقت اضافي ممكن نخش ركلات ترجيح ولا كان عندك ثقه ان لعيبه النادي الاهلي يخلصوا الماتش في الوقت الاصلي والله شوف انا حقيقه يعني الشوط الاول كان فيه يعني شويه شد وشويه يعني الوضع ما كان جيد لكن الشوط الثاني مع التغييرات يعني مر الشوط الثاني سريع وكان عندي شعور حتى كنت قلتها في المباراه كان عندي شعور قلت ان الاهلي بيجلب التوفيق وبيجلب الحظ ان شاء الله ويسجل الحمد لله انه سجل في توقيت كان مره صعب رائع صحيح وصعب جدا وخلاص ما عاد في تعويض والحمد لله الحمد لله رب العالمين وبنشكرك على تعليقك المميز النهارده وبالتوفيق للنادي الاهلي ونادي الهلال السعودي في الدور قبل النهائي ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وتحياتي للكباتن عندك نجوم كبار في اهلا وسهلا الله يخليك كره القدم المصريه النادي الاهلي الكابتن شريف والكابتن اسامه والكابتن عادل الكابتن احمد يعني تاريخ كبير حقيقه للنادي الاهلي واللاعب اليوم يعني امتداد لتاريخ عظيم للنادي من اساطير يعني مروا على النادي تحياتي والحقيقه انا سعيد كنت اليوم بالتعليق على النادي الاهلي وان شاء الله بالتوفيق وليش لا ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان شاء الله النهائي ان شاء الله نشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله الاهلي باذن الله والهلال يقدموا الافضل ان شاء الله باذن الله المباراتين اللي جايه. كابتن شريف عايز تتكلم ولا كابتن اسامه؟ انا بس عايز اقول لك نشكر طبعا
حماد على المداخله الجميله دي والروح الحلوه دي اللي هي بيننا وبين اشقائنا العرب في كل حته. مبروك للهلال السعودي، هارد لك للوداد. كنت في لعيب انا فالفيردي، ايوه كنت عايز اتكلم عنه هو وكارفاخال. طب ايه رايك نطلع فاصل وبعدين نتكلم عليهم بعد انت الفاصل؟ انت غلبتني معلش يا كابتن عشان الوقت بس. كورتوا طيب حارس مرمى. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. جمالكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن اسامه، مستر كولر وسجل خالي من الهزائم حتى الان الحمد لله. الحمد لله طبعا، يعني حاجه كويسه ان احنا قدرنا نكسب العدد الماتشات دوت، تعادل تقريبا اربع مرات. بس طبعا دي يعني تحسب لمستر كولر، بس هي مكرره في تاريخ النادي الاهلي. وكتير جدا خدنا دوري كامل بدون ولا هزيمه، وحققناه مع اكتر من مدرب عدد ماتشات كبير، لكن هي تحسب انه الحمد لله هو لغايه دلوقتي برضو خالي سجله خالي من الهزايم، تقريبا 16 فوز واربع تعادلات او 17 فوز واربع تعادلات، فحاجه كويسه ونتمنى ان هي تستمر لاطول فتره ممكنه، عشان اعتقد ممكن يكون مستر مانويل جوزيه ومستر موسيماني اعتقد كانوا معدين الرقم ده، في حد كان معدي الرقم ده تقريبا في عدد الماتشات بدون هزيمه. انا ما اعرفش، ممكن الاعداد يجيب لنا الاحصائيات، لكن انا اقصد ان هي اتكررت في تاريخ النادي، انه في سنوات كتيره النادي الاهلي حقق عدد ماتشات كبير بدون هزايم. بس دي حاجه تتحسب للمدير الفني طبعا، حاجه كويسه طبعا، حاجه كويسه طبعا انه يفضل بدون هزايم، وربنا يسهل ان شاء الله يستمر فيها لاطول فتره ممكنه ان شاء الله باذن الله. وشباك محمد الشناوي نظيفه للمره الثانيه على التوالي في كاس العالم للانديه كابتن عادل. طبعا دي حاجه تحسب له، يعني انه مرتين ورا بعض ما يدخلش فينا جون، وهو مش الشناوي بس، الدفاع طبعا، خط الدفاع طبعا، ومبروك فريقه كل. الحاجه الثانيه المهمه، مبروك لانك بتعرف تكسب، دي حاجه حلوه، يعني كونك انك انت في كل ماتش، مثلا الماتش اللي فات عملت كوره كويسه، الماتش ده لعبت على قد المباراه، او بمعنى مش قد المباراه، كنت واثق من الفوز. والله شوف، يعني انتوا كنتوا قاعدين، بس انا كنت واثق من الفوز حتى من قبل المباراه. انا طول عمري حته كره القدم ما بقتناش ان هي ليها قوانينها وما لهاش مقاييس، يعني انا بخاف دائما منها، دائما بحب ان انا استنى لغايه اما ينتهي الامر، لانه انت كان يجب انك تجيب جون بدري عن كده، لكن الجون جه في وقت. بس احيانا بيجي لك الاحساس، يعني احيانا تقول ايه، لا هنكسب الماتش. الثقه احنا ثقتنا في النادي الاهلي، يعني انا عندي ثقه ويقين عندنا كلنا، عند كل الاهلاويه، انك لاخر ثانيه بتلعب على المكسب. صحيح، ان شاء الله لو هتلعب الريال نفسه، يعني حتى وانت بتلعب الريال ممكن تبقى في اخر ثانيه طمعان من جواك ان انت تعرف تجيب جون، وتعرف رغم ان دي حاجه كبيره الريال، لكن انا بكلمك على فلسفه وفكر انت بتعمله كلاعب وكمنظومه وكاداره. كل النادي الاهلي طول عمره كده، كلنا حتى احنا قاعدين كلنا كنا بنلعب لاخر ثانيه، ما فيش حاجه اسمها انك انت تستسلم في اي وقت للنتيجه، او بالمعنى الاصح تستسلم لانك انت اتغلبت او تعادلت او كسبان واحد او اثنين او ثلاثة، لا انت عايز تجيب واحد واثنين وثلاثة واربعة. المهم النهاردة اللي انا وريته لك حاجة، يعني عايز بس الجمهور يخلي باله منها. فضل. يعني قفشة بيجي عليه اوقات يجيب لك جون حاسب كل سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني افضل جون انا في وجهة نظري بتاع قفشة. وقفشة جاب جوال قبل كده فين؟ ما انا احكي لك، الجون اللي هو بتاع القضية ممكن ده، اللي هو بتاع الزمالك مظبوط فاينل افريقيا، فجاب لنا جون قوي جدا كسبنا، فعاش فيه فترة طويلة مش هيخرج من دماغ جمهور الاهلي طبعا، هيجي على ده ان شاء الله برضو هيبقى جون عايش، بس مش هيبقى عايش زي جون القضية، يمكن دي القضية الثانية، لكن القضية الأولى دي هي المهمة، وهي مدى الحياة، تعيش مدى الحياة. من الكرة الأولانية اللي حطوها كمان، دي تكملة قبل الجول مباشرة على فكرة. ما هي كرة واحدة، أيوة بالظبط، أنا بقول لك قبل الكرة مباشرة. لا يعني شوف، أنا بقول لك أنا سعيد بقى إيه في النادي الأهلي الفترة دي، سعيد بالمجموعة كلها مظبوط، سعيد إن عندي منافسة، واحد سعيد ان عندي عدد من الاماكن فيها اثنين لعيبه. انا كان عندي مشكله في النادي الاهلي، كان بيبقى عندي ممكن
ثلاث لعيبه في مكان وما فيش الا لعيب واحد في مكان. مزبوط. لا انت بتتكلم على التوزيع كويسه، انت عندك الناس، عندك باكرايت بباكرايت، عندك سيرد باك بسيرد باك، وعندك جوكر بيبقى للاثنين. يعني تعالى نتكلم على الحته بتاعت الباكرايت، عندك خالد عبد الفتاح ومحمد هاني، وعندك في السيرد باك ناحيه اليمين محمد عبد المنعم مثلا ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح. يعني انت مزبوط. انت فاهمني، ده التكا من غير ياسر ابراهيم صح، وغير رامي وغير خلي بالك انت بتتكلم عن ايه، عندك دكه مؤثره، لا وعندك كمان منافسه جيده على الاساس. ده مزبوط، ده طبعا يعني طبعا. اللي بعد كده الاساس، يعني احنا حسين مثلا افضل وقت ليه، انا مش متخيل ان ممكن كمدرب قاعد حسين ما لعبوش الماتش ده خالص. ايوه حسين كان يجب، حد تخيل يعني حسين كان يجب يبدا اقصى حاجه يبقى احتياطي، اقصى حاجه ياخد له شوط. لكن حسين ما لعبش النهارده بغض النظر عن هيلعب الماتش الجاي. يعني بغض حسين موجود، لا وعندك جاهز. يعني بالزبط. احنا بنسال على حسين، كلنا بنسال عليه ليه، لو حسين ماشي زي زمان، لان هو جاهز ماشي كويس، ماشي زي زمان ما كنا سالنا عليه. لكن احنا بنتساءل عن حسين لانه حسين عمل مباريات جيده ويستاهل ان هو يتواجد كاساسي في الفرقه. أي. انت عندك بقى قيس على كده كتير، قيس على كده طاهر، وقيس على كده بيرستا، وقيس على كده كهربا، وقيس على كده شريف، وقيس على كده عبد القادر، وهتشتغل كمان على شادي، شادي حسين كمان. عندك في وسط الملعب ثلاثه لعيبه جامده قوي، السوليه وديانج وحمدي، وبعدين معاهم قفشه، وعندك اكتر من لاعب كمان في ناحيه اليمين وناحيه الشمال معلول، والحته بس اللي هي لسه حتى الولاد الصغيرين اللي طالعين في اكتر من لاعب ممكن يلفت نظرك. يعني انت ماشي بخطوات صح وخطوات جيده جدا، النادي الاهلي ماشي في الخطوات الصحيحه. وبعدين احنا رايحين نلعب مين؟ انت انا الكابتن شريف قاعد جنبي وعمال يحكي لي يقول لي هستنى بقى لاعب مودريتش ولا لاعب كده. يعني التخيل نفسه انك انت بتتكلم على انك راح تلعب ريال مدريد، يعني حاجه ده شرف كبير. فينيسيوس ولا يعني شرف كبير لينا احنا، لينا احنا مش الاهلي. يعني الاهلي يقدر لانه بطل قارته يلعب الاهلي زيه زي ريال مدريد في قارته. يعني الاهلي بطل قاره افريقيا ونادي القرن في افريقيا، والريال نادي القرن في اوروبا. يعني عايز اقول لك انه حاجه جميله قوي ان انت تلعبه، ومعروف انت لعبته اكتر من مره. صحيح. الحاجه الثانيه المهمه بقى انك انت وصلت انك في طمع بقى. يعني انا مش حته ان انا اكسب الريال كاكسب الريال، لا خلاص الموضوع ده انتهى. يعني موضوع المغرب لما يوصل قبل نهائي كاس عالم دي خليتك تدي احساس ان انتهى الامر، خلاص العب، اجتهد، موت نفسك. اللعيب برجلين وانت برجلين، اللعيب بعينين وانت بعينين، مفيش مشكله تقدر تعمل حاجه كويسه. في فروقات كبيره، في لعيبه هنا تقل كبير، وفي لعيبه بارقام عاليه، لكن اللي انا عايز اقوله لك انك انت خلاص ارمي ورا ظهرك حته انك انت ما تقدرش. لا انت تقدر، طول عمرنا نقدر، الشخصيه المصريه والعربيه تقدر تعمل كل حاجه، بس لو هيأت لها المناخ وهيأت لها، ولو جالك لو صدقت نفسك. يعني انا اتمنى ان احنا نصدق نفسنا، احنا داخلين في كاس العالم على بنلعب قبل النهائي. صدق نفسك، اشتغل، المكسب والخساره من عند الله، لكن ربنا مديك اكتر حاجه الاجتهاد، اجتهد وشد حيلك وموت نفسك في المباراه، وربنا يديك في الاخر، وبعدين تبقى مشرف. ما خلاص حته انك انت تخاف، مش بتكلم عن النادي الاهلي، بتكلم على اي نادي عربي، حته انك تخاف من نادي ما ينفعش. يعني انت لعبت مع الباير، عملت معاهم ماتش كويس، الهلال السنه اللي فاتت لعب مع تشيلسي وعمل معاهم مباراه جيده، خسر لكن عمل معاهم مباراه جيده جدا وكان ممكن يعمل حاجه، وقلنا المغرب وصل قبل نهايه كاس العالم. يعني احنا نشتغل، شوف بقى احنا بدانا نروح حته ثانيه. صحيح، بدانا ان احنا نبص على ان احنا ليه لا، ممكن طالما بتحلم احلم واشتغل وحلمك هيتحقق، ولو ما جاش اديك راح في حته بعيده. وسيبك بقى من الكلام الفاضي اللي هنا في مصر في الانديه اللي عملت. انت شاركت 8 مرات، منهم 5 مرات وصلت للسيمي فاينل،
يعني ده انجاز جامد جدا، انجاز كبير جدا. الجماعه اللي بينتقدوا يا كابتن ده انجاز كبير جدا، ما حققوش اي نادي غير النادي الاهلي، ومش مش هيحققه نادي تاني غير النادي الاهلي. طب انا اريحك وخلص لك الموضوع بكلمتين عشان ما نتكلمش على الناس التانية دي. بص يا كابتن، الناس دي لازم تكذب على انصارها، لازم يخرجوهم بره الملعب، لازم الكوره تبقى خارج الملعب. لو اتكلمت على الاداء جوه الملعب لا اخدك في حته بعيده عن الملعب. بعدين اكذب لحد ما اصدق كذبتي. هي هو ده التاثير، ده جوبلز بتاعهم اللي هو اكذب لحد ما تصدق كذبتك ان الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه في بطوله ضعيفه. اما اللي يتقال الاهلي راح يلعب ريال مدريد وانا قاعد هنا بلعب في الدوري المصري. كابتن خلي ضاع الملك الملك، وخليه الناس كل واحد مريحها دماغه. صحيح، انت لو بصيت وراك هتتعب وهتخسر. لا انت خليك انت بطل. انا بكلمك ببص على ريال مدريد، انا عاوز ابقى احسن منه في البطولات القاريه. تقول لي بقى الناس التانية ما خلاص يعني. صحيح. خلينا احنا بعاد قوي، خلينا مع الملك الحقيقي. ايوه صحيح. كابتن بلال، يمكن مكسب النهارده ما صعدش بس بالنادي الاهلي لدور نصف النهائي، ولكن مكسب النهارده صعد بالنادي الاهلي للمركز الثاني للفرق الاكثر تحقيقا للفوز في كاس العالم برصيد 8 مباريات بعد ريال مدريد اللي كسبان اصلا 10 مباريات في كاس العالم الانديه على مدار التاريخ، متفوقا على برشلونه اللي حقق سبع فوز. طبيعي يا كابتن، طبيعي. انت كتر المشاركات اللي انت بتعملها في كاس العالم الانديه بتديك فرص، بتتيح لك الفرص يعني انك تحقق انجازات والقاب كتيره جدا جدا. يعني انت النهارده 8 مشاركات، ويعني كسبت، اعتقد كسبت 7 تقريبا، 7، وصلت 5 سيمي فاينل. ما دي كلها ارقام، ده كله تاريخ، ده كله انت كل مره بتسجل تاريخ. هو اللي قبل كده خلينا ارجع له، كسبت 7 والنهارده 8، ان 8 مباريات فيهم 7 انت بطل افريقي. مظبوط، يعني ده خد بالك. مزبوط. ده الاهم بالنسبه لي انا شخصيا، يعني اهم بالنسبه لي ان احقق نتائج في كاس العالم، ان انا الوصول رقم 8، انت فيهم 7 بطل افريقيا واحده فيهم وصيف. تاخد بالك بلال، الناس بعت لنا دلوقتي من اسبانيا ومن كل حته اسم النادي الاهلي طبعا في صحف اسبانيا دلوقتي، والكلام على النادي الاهلي وعلى طبعا طبعا وانجازات يعني هتلاقي جريده والخوف من فرق، هتلاقي جريده مايوركا دلوقتي بتتكلم عن الماتش المرتقب ما بين الاهلي والريال والاهلي طبعا، ما بين الاهلي والريال. يعني ده وضع، وده طبيعي، ده وضعك يا كابتن. انت خلي بالك، ده كمان انت اللي قيمت نفسك، ده في منافسه على الالقاب بينهم كمان كابتن. انت اللي قيمت نفسك، انت اللي حطيت نفسك في الحته دي. صحيح. انت بايديك، بامكانياتك، بقدراتك، بتاريخك، حطيت نفسك في المكانه دي. حطيت نفسك ان الناس النهارده بتخش تعمل سيرش على نادي الاهلي، يا جماعه في اوروبا يعني الاهلي مثلا، ريال مدريد هيلاعب مين؟ هيلاعب النادي الاهلي. طب الاهلي يا جماعه ده كم بطوله افريقيه، كم بطوله قاريه النادي الاهلي؟ ده قريب، ده اللي بعد ريال مدريد على طول. ده النادي الاهلي ده في حته ثانيه، النادي الاهلي مختلفه يا كابتن. ادي الفرحه باين على وشوش بعثه النادي الاهلي، كابتن محسن صالح، المهندس عادل القيعي، زميلنا كريم احمد، استاذ ابراهيم المنيسي، زكريا ناصف. زكريا ناصف يعني طبعا بصراحه يعني الفرحه، وكلنا سعداء وواجهه مشرفه بفوز النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره واجهه مشرفه لمصر يا كابتن بلال. طبعا يا كابتن. بص يا كابتن، انت النهارده الناس لما بتبقى زعلانه يعني الاهلي اللي بيفرحها، الناس لما بتبقى متنكده الاهلي بيفرحها. مظبوط. انا اسف يعني لما واحده تبقى زعلانه مع جوزها الاهلي اللي بيفرحها، فاهم قصدي؟ يعني عايز اقول ان الاهلي هو مبعث الفرحه في مصر الحقيقه يعني. صحيح. النهارده شوف كم الفرحه اللي موجوده في الناس في الشارع. خد بالك انت النهارده يا جماعه، الاهلي لو خرج من البطوله ضلمت. مظبوط. البطوله ضلمت. مظبوط. تاخد بالك. صحيح. يعني البطوله ما اصبحش ليها قيمه كبير. انت عندك افريقيا والوطن العربي، شوف دول قد ايه، كام ناس مع كابتن ايمن. صحيح. كل دول بيمثلهم النادي الاهلي. مظبوط. تمام. يعني الاهلي انا بتكلم على افريقيا يعني، والفرق الافريقيه اللي موجوده يعني كلها، اللي بيمثلهم النادي الاهلي، اللي بيبعث الفرحه فيهم هو النادي الاهلي. الاهلي بتاريخه، بامكانياته، بقدراته، كل الناس بتنتظره دلوقتي في الوقت الحالي. انت النهارده احنا رايحين كاس العالم، انت ما بتقولش انا عايز اعمل
تمثيل مشرف، انت بتقول انا عايز اخد ميداليه. صح. ما انا واخد المره اللي فاتت واخد المره اللي قبليها ميداليه. ده انا طموحي في ميداليه اعلى كمان. انت لولا ان انت مثلا داخل بتقابل ريال مدريد، كان زمانك عمال تقول دلوقتي انا بفكر بقى في الفاضي فاينل. بفكر في واحنا بنفكر برضو في الفاينل، خلي بالك احنا اكيد مع الفوارق اكيد، لكن انا بكلمك في الفاينل. انا بكلمك طبعا ايه، انا بكلمك نسب الطموح طبعًا. انت طموح وعندك طموح وكل حاجه وعندك رغبه وعندك تحدي وعندك اصرار، لكن انا بكلمك لو انت بتلعب فرقه تانية غير ريال مدريد، يعني مثلا بتلعب الفريق بتاع الفلامينجو البرازيلي، هتبقى نسب الطموح عندك عاليه جدا. مزبوط. ما انت كسبته قبل كده، كسبت فرقه من البرازيل، فاهم قصدي؟ فانت النهارده انت حققت الانجاز ده قبل كده. لو كنت بتقابل ده كنت انت بنسبه 50-50%، تمام. النهارده ممكن تبقى تقل النسبه شويه، تبقى 60-40-70-30 ممكن، يعني على حسب كمان يعني الماتش هيمشي ازاي وبقاني شكله وبقاني طريقه. لا، وناس تطلع تقول لك ايه، لا الاهلي ما كانش المفروض يروح كاس العالم للانديه. امال مين اللي يروح لما الاهلي هو اللي مش هيروح؟ امال مين اللي هيروح؟ طب وهي عايز اقول حاجه كمان، عايز اقول حاجه للناس اللي بتتفرج، يعني بس عشان ما فيش حد يروح في الكلام الفارغ اللي بيتقال دوت. ده هي النظم واللوائح بتاعه البطوله هي اللي حطت النادي الاهلي في البطوله دي، وزي ما قلنا قبل كده ربنا اراد شاء القدر ان النادي الاهلي يكون متواجد في كاس العالم للانديه حتى لو هو مش بطل افريقيا، وكأن كاس العالم للأندية ما يصحش انه يتلعب الا بوجود النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما تعملوش حاجه خاصه عشان يخش كاس العالم للأندية. لما يطلع مسؤول راجل مصري مسؤول عن نادي منافس يطلع يقول لك لا النادي الاهلي المفروض ما كانش دخل كاس العالم للأندية. امال مين اللي يخش كاس العالم للأندية؟ الخامس بناء على اللوائح بتاعه البطوله. الخامس يدخل. عايز اعرف بس، ما هو انت لما تيجي تتكلم برضه تحاول تقنع الناس، لان الناس مش مجانين. ممكن انت تكون مجنون، انما الناس مش مجانين، الناس عاقلين وعايزين يعرفوا بناء على ايه انت جبت الكلام ده. مفيش حد اولا عمل لوائح خاصه للنادي الاهلي في البطوله خالص. دي لوائح بطوله اتنظمت في المغرب، يشاء القدر ان بطل افريقيا هو اللي منظم البطوله في المغرب. كويس قوي. مين يدخل ممثل عن افريقيا؟ الوضع الطبيعي الوصيف، او اللي هو صاحب المركز الثاني. ده الوضع الطبيعي. معلش، فلتت المره دي بتاعت المركز الثاني، لان انت طول عمرك في المركز الثاني. لا، احنا وصيف بطل افريقيا، فدخلنا البطوله بناء على لوائح ونظم البطوله نفسها. هي في بطوله بتتفصل لحد يا كابتن؟ في بطوله بتتفصل لحد؟ هو انت ليه اصلا دخلت اساسا؟ يعني بالزبط. الاول مشارك والبطوله على ملعبه، فانت التاني. بالزبط. يعني ده اللوجيك على فكره، يعني ده الطبيعي. انت كمان داخل على البادجت دلوقتي. نعم يا كابتن، في فلوس وفي حاجات تانية بتتقدر للاعيبه. اكيد طبعا الأندية. اكيد اللي هي بتوصل أكيد. للمراكز دي اكيد مين ده حجم ال هو مين اللي كان يخش الخامس يا كابتن؟ ده الحجم الخامس، يدخل الخامس. قالوا الاهلي يعني سيبك من التاني وسيبك من التاني والتالت والرابع، دخل الخامس. طيب. هو ده المفروض يدخل خلاص، يعني نحط الخامس يدخل، هو كان اولى بالبس. احنا عايزين نقول برضه كابتن بلال ان الماتش الجاي فرحه طبعا يا كابتن، يعني بص فرحه وانت بتلعب بطل العالم. بص يا كابتن مصر، هو الفكره كلها انا بالنسبه لي انا شخصيا اما اوصل سيمي فاينال والعب ريال مدريد ده تاريخ طبعا، ده في حد ذاته تاريخ. تاخد بالك في ناس بتدفع ارقام كبيره جدا عشان تلعب الانديه دي. مزبوط. بتدفع ارقام كبيره، انت راح تاخد فلوس بتلعب معاه، انت راح تاخد كابتن وراح تاخد فلوس. انت وصولك صحيح. للدور السيمي فاينال انت خلاص اخدت فلوس. انت بتاخد فلوس. خد بالك بتاخد فلوس عشان تلعب ريال مدريد. احنا نتكلم بقى بالبلدي زي ما الجماعه بيتكلموا بالبلدي كده، تمام. انت النهارده ايه بتاخد فلوس؟ بتقبض عشان هتلعب ريال مدريد، بيدوك فلوس عشان تلعب ريال مدريد، تمام. في ناس بتدفع ملايين الدولارات عشان تلعب الانديه الكبيره اللي زي دي طبعا، عشان تستقطبهم يجوا يلعبوا في مكان. تدفع فلوس ارقام كبيره جدا. لكن انت النهارده الاتحاد الدولي هو اللي بيديك فلوس عشان خاطر تروح تلعب. وده اللي حصل برضو الموسم الماضي لما لعبت بايرن ميونخ. طبعا ايوه صح، هي برضو ما انت برضو لعبت بايرن ميونخ، ما انت لعبت بطل اوروبا وان شاء الله السنه دي ناخد افريقيا برضو باذن الله تعالى، ونروح نلعب مثلا اللي هياخد مانا سان جيرمان مثلا او باريس المره دي. مين يا كابتن؟ باريس سان جيرمان. يا ريت هناخد برضو فلوس عشان انت بتتكلم على تاريخ، انت بتتكلم على انجازات عالميه، ما بتتكلمش على حاجات محليه كابتن. المشكله اللي اخدت تاني ودخلت يا كاس العالم جننهم، اصل المركز ده بتاعهم
بس كاس العالم بس احنا خلينا 8 مرات مشاركه يا كابتن عادل، 8 مرات مشاركه، خلي بالك الثمانيه يا راجل كابتن بلال، الثمانيه انت داخل فيهم سيمي فاينال 5 مرات، 5 اخد بالك وسط الكبار. كابتن انت اخر 10 مرات في البطوله، انت انا عايز اقول لك انت قبل يعني انت خدت انت السنه اللي فاتت وصيف مظبوط، اللي قبلها مرتين البطوله، اللي قبلها وصيف مرتين، يعني انت اخر 5 في حاجه كمان وصل الفاينل، انت اخر 3 سنين في السيمي فاينال في كاس العالم للانديه. اه طبعا، اه طبعا، 3 دورات متتاليه وان شاء الله برضه البطوله دي ناخد بطوله، انت لعب ماتش زياده كمان خلي بالكم السنه دي، اه السنه دي لعب تمهيدي في الدور التمهيدي سعيد، هو يا كابتن انت بتلعب ريال مدريد وانت لاعب ماتشين في البطوله كابتن، يا هو جاي انت قيمتك كبيره جدا يا كابتن، انت قيمتك انت النهارده احنا هنا للاسف في بعض من الناس بيحاولوا يقللوا من الحته دي، بيحاولوا ياخدوك في حته تانية مختلفه معانا شوية. كابتن فرحه اللعيبه في غرفه الملابس بعد المباراه مباشره كابتن شيف حلو فعلا كابتن شريف، ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوه دي، من حق اللعيبه تفرح ومن حق الجماهير تفرح بلعيبتها وتتفرج على المشهد ده، وقبال ان شاء الله بنتفرج عليهم في مباراه ريال مدريد باذن الله يا رب، لازم يكون عندنا تفاؤل ولازم يكون عندنا شخصيه الاهلي دايما في اي مباراه، عندنا كابتن شريف عندنا الحمد لله عندنا. دي عندنا وخلي بالك اللي اتحقق لحد دلوقتي انجاز برضه، اه يعني مش عايزين والنهارده غير امبارح غير بكره طبعا، ممكن يوم بعد 4 أيام تلاقي فرقتك دي حاجة غير النهاردة خالص، من الأول بتهجم وبتمتص الهجوم وبتعمل كاونتر أتاك وبتستغل كل الإمكانيات اللي عندها، من حق اللعيبة تفرح، حق الأجهزة كلها، من حق البعثة كلها، البعثة كلها تفرح طبعا، الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي كله، وخاصة إن احنا بنشكر جماهير المغرب كلها اللي بتساندنا، وخلاص ما عندكم الاهلي دلوقتي صحيح، هو اللي عندهم الاهلي والهلال السعودي، اه اكيد كلكم هتروحوا تتفرجوا على ريال مدريد في المغرب، فباذن الله هيكون التشجيع الاكبر، الاه هتتاخد لريال مدريد في الالعاب الكويسه، والتشجيع الاكثر هيكون للفرقه العربيه اللي هي فرقه النادي الاهلي، فاحنا مبسوطين جدا للفوز النهارده، وكنا بنتمناه من قبل البطوله الحقيقه، بنتمنى هذا الموقف، ايوه انا بتمنى الوصول كنت ولا سيمي فاينل بهذا الشكل الحقيقه حاجه شريفه، اذا كنا احنا دايما بنطمع في الاهلي وبنطمع في لعيبه الاهلي وبنطمع في اداء الاهلي، لان احنا عارفين النادي الاهلي، لان هو ده قدر الاهلي الحقيقه، مزبوط. هو ده اللي ما نقلش عن كده، مزبوط. احنا احسن بكتير قوي صحيح. حتى الفرقه النهارده اللي لعبت معانا امريكا دي جريت شويه وبتاع، بس احنا مرهقين شويه، كنا الشوط الاولاني بالتغيير وبالحاجات بالامدادات بالشكل وخلي بالك انت وقلنا قبل سنه وقلنا قبل في الاستوديو في الاول احنا عندنا دكه بره تقدر تغير اي شكل تغير مظبوط، وهم بس انت كمان ايه تفوقت عليهم بدنيا لحد اخر مباراه من الدقيقه 60 لحد اخر مباراه، هم برافو عليك، هم متفوق عليهم بدنيا الدقيقه 60 احنا كلنا قاعدين حاسين الجول هيجي امتى، بالظبط نيجي القفشه وكده، الكره اللي عملها فاكر اللي راح واخدها جت من جنب العارضه دي صحيح. لو
يعني هو متحكم فيها كويس قوي، حطها بطن رجله صح، جول وجول بدري ده. وهي رايحه تحس ان هي رايحه في الجول، وتقدر كنت تقدر تعزز لو دخلت دي جول، تقدر تعزز بقى زي المباراه اللي قبلها وتفتح خطوطك وتلعب بثقه اكتر. وكل نزول قفشه غير مجرى المباراه. حريف، لعيب حريف، كوره في الراس صحيح. مش كوره في الراس زي ما انا بقول، عنده فكره. لو قلنا على مثلا رجل المباراه اليوم من النادي الاهلي تديها لمين؟ انا هديها الاثنين، هديها لعبد المنعم وهديها لقفشه. كابتن اسام بس كده عايزنا اقول؟ لا عايز اقول لك تقول رجل المباراه من وجهه نظرك، يعني عشان انا اقول لك مين اللي اخذ. رجل المباراه من وجهه نظري في توتال الماتش طبعا محمد عبد المنعم. ايوه. قفشه لعب وقت مش كبير، ولكن كلنا كنا مطالبين ينزل. مظبوط، لانه بيعرف يمسك كوره، قلنا الاستحواذ كان رايح جدا من النادي الاهلي، فهو اللي هيقدر يمسك الكوره، يقدر يعمل تمرير في الرجل مظبوط، ولما نزل عمل كوره خطيره جدا اللي كانت هتيجي جون، وابتدى ينقل مع علي معلول ومع الناس بتاعه نص الملعب لغايه لما جاب الجون. فطبعا بس انا اتملي، بحب ادي نجم المباراه للاعب يكون لعب زمن طويل في المباراه، ولذلك دور قفشه كان كبير في المباراه وصاحب هدف الفوز، لكن انا من وجهه نظري اديها لمحمد عبد المنعم. طيب كابتن عادل. يعني انا شايف انه اكتر من لاعب، بس انا عجبني بيرستاو النهارده. يعني عجبني من بدايه المباراه، الوحيد اللي كان على الاقل عنده سرعته، بيتحرك كتير قوي، عمل كذا باص كويسه، وبعدين الشوط الثاني كان هو افضلهم، يعني افضل اللعيبه حد ما نزل قفشه في الفتره اللي نزلها قفشه. فلكن لا، لكن يعني مش عارف انه قفشه، المفترض ان قفشه من الناس اللي هم يعني لازم يتواجد في الملعب، يخطف نظرك. عارف والله، شوف قفشه بيوصلك، ممكن صحيح. يبقى وحش كذا كوره، وممكن ما يبصلش كذا كوره، وممكن ما يلعبش كذا كوره، لكن واحده ممكن يوديك، واحده يكسبك، يكسبك كاس افريقيا بواحده، مظبوط، يكسبك اي مباراه بواحده، يعمل لك باص بواحده، ممكن كمان ياخدها قفشه، ليه لا؟ ماشي. كابتن بلال، عشان نقول مين بقى اللي هياخد رجل المباراه، او مين اللي خد رجل المباراه؟ بص، انا من وجهه نظري، يعني انا كنت شايف ان المستويات كلها قريبه النهارده من بعض، فلذلك اللي عمل التغيير او اللي اثر بالايجاب هو ده من يستحق ان يكون رجل المباراه، يعني فاهم قصدي؟ يعني ما فيش حد كان بارز قوي النهارده، زي ما اتفقنا ان النهارده كان مباراه للمكسب. أيوة. فاللي كسبنا او اللي ساعد ان الاهلي يكسب المباراه طبعا وسجل الهدف هو مجدي قفشه، فمن وجهه نظري هو من يستحق رجل المباراه في مباراه النهارده. وهو فعلا محمد مجدي قفشه اخد رجل مباراه اليوم، وهو معانا على الشاشه افضل لاعب في المباراه، مباراه النادي الاهلي وسياتل الامريكي، محمد مجدي قفشه. كابتن شريف، مبروك يا قفشه، وعقبال ما تجيب لنا قضيه تانية في ريال مدريد، يعني يا رب ان شاء الله. عندنا امل تالتة باذن الله، دي برضو قضيه النهارده. انت لعيب كبير وبينزل يلعب الكره اللي هو في دماغه، يعني ما بيخافش. صحيح. امتى عنده التيمبو والايقاع، امتى بتباصي، امتى بتشوط، امتى بتطلع الاجناب، عندك الحقيقه حساسيه كبيره قوي في الملعب، وطبعا بجانب اخواتك اللعيبه كلهم. الف مبروك كابتن اسامه، مجدي قفشه يعني انت توقعتها برضو، انت كابتن عادل وكابتن بلال. قلت لك في مجمل الماتش كان محمد عبد المنعم من وجهه نظري الشخصيه، لكن انا تملي بحب اوديها لحد لعب زمن طويل. هي ارقامه بص، دقائق اللعب 26 دقيقه، احرز هدف، محاولات على المرمى 3 محاولات بين الثلاث خشبات كوره، في كوره جت في العارضه قبلها، تمريرات صحيحه 23 من 26 في دقائق لعب 26. لا هو عمل نزل مؤثر، استخلاص الكره 4 هو كان مرات. نزل مؤثر وكلنا طالبنا ان هو ينزل بين الشوطين، لان كان واضح جدا النادي الاهلي مش مستحوذ على نص الملعب، متاخد منه، فاكتر واحد عنده ثقه وهدوء وعنده تمرير سليم، وما زي ما كابتن شريف بيقول ما بيخافش، ما بيقلقش، يعني قفشه من الناس اللي حتى لما بيبقى مش كويس تلاقيه بيطلب الكوره. في لعيبه لما بتبقى مش كويسه بتستخبى، تبعد شويه زي ما احنا بنقول في الكوره، بيبعد عنك. هو كل مره بيطالب بالكوره تبقى في رجله وجريء صح.
فدي حقيقه. خلي بالك صحيح الناس بيبان عليه حتى لما مثلا بيعمل باس مش كويس او كره تتقطع منه او بيعمل تمرينه مش كويسه، لا بيصر برضه ان هو يستلم الكوره وياخد الكوره اللي بعدها ويلعب. دي حقيقه. فصحيح بيجي له بعض فترات مبقاش كويس فيها، بس برضه انت في خلال 3 4 سنوات فاتوا من اهم الناس المؤثره في فرقه النادي الاهلي في ماتشات كتيره جدا. زي ما انت بتقول اهو، بص بيطلبها في وسط الزحمه كمان هو دلوقتي. هو ما بيقلقش، ما عنده جرأه بالظبط، وعنده ثقه في نفسه. خلي بالك الشخصيه والثقه في النفس دي من اهم مميزات لاعب الكوره، وبالذات في النادي الاهلي. في النادي الاهلي مظبوط، يعني اللي بتلعب في النادي الاهلي مطالب على طول انك تكسب، مطالب على طول انك تبقى كويس، مطالب صح. الناس مش عايزه الخساره ولا التعادل. ف يعني بص في الكوره دي هو دي في زياده عدديه كبيره جدا من مدافعي فريق سياتل، ولكن هو راح ودخل في الزحمه وطلبها. ايوه، ما احنا قلنا انه كان حمدي فتحي بيلعبوا ثلاثه في نص الملعب، دي بتحتاجها في وقت، بس الفكره ان مستر كولر كان مطلع حمدي فتحي لقدام قوي، يعني قريب من راس الحربه كانه بيلعب 9.5 مثلا او رقم 10. ففي عدم توفيق شويه في النهارده، مش متسيطر على نص الملعب. فكلنا قلنا ان قفشه الراجل اللي عنده قدره ان يطلب الكوره، ان يقدر يسلم ويستلم كويس، ان ممكن يعمل تمريره بينيه كويسه، ان ممكن يعمل حاجه على الجون. وفعلا انت لو عديت الحاجات الخطر، في واحده شاطها جنب العارضه بباطن القدم كانت هتيجي جون، في واحده عملها كويس قوي لاحمد عبد القادر داخل ال 18 بالعرض بس قلشت منه وهو بيحطها، في اكتر من كره طلع فيها بيرسي تاو كان بيخطوره وعلي معلول. فهو من الناس اللي تستحق رجل المباراه، وايضا برده تاني من وجهه نظري محمد عبد المنعم برده ادى مباراه جيده جدا. كابتن عادل، توقعاتك انت والكابتن احمد بلال؟ يعني هو وصلي يعني يمكن بلال اتكلم كلام في الحته بتاعه الاختيارات بتبقى صح تماما. لو انت الاوقات بص رؤيته برضو لما بيمسك الكوره لما يعني في واحد يلعب في وقت قليل، يبقى اللي لعبه الوقت الكبير ما قدوش الاداء اللي ممكن يغلبهم عليه. علشان كده محمد مجدي قفشه انتاجه هو اللي انتاجه وتهديفه، وحتى الجون اللي على مرحلتين الشوط الاولانيه ياخد عليها رقم والشوط الثاني ياخد عليها رقم على فكره، فتديله كمان يعني الافضليه. الحاجه المهمه انه قفشه كان محتاجها، وانا افتكر انه محتاجينها مع قفشه ومع حسين مع كولر، لازم نستخدمهم شويه الفتره القادمه لانهم في ازهى واحسن حالات. مش عشان قفشه جاب جول، لا يعني قفشه خلاص، يعني الحته بتاعت ان هو الناس بدا يعرف ان في تنافس. صحيح. كابتن بلال كما توقعت محمد مجدي قفشه. يعني شوف، بص يا كابتن، يعني انت دايما الماتشات اللي زي دي المقفوله، الماتشات اللي ما بقاش فيها السوبر ستار، انت دايما بتدور بتحط الفوكس بتاعك على مين اللي صنع الفارق. تاخد بالك اللي صنع الفارق هو مجدي قفشه. وخد بالك هو يعني هو كايجابيه حط واحده جنب العارضه زي ما قالوا الكباتن، تمام كابتن اسامه اتكلم، واحده في العارضه واللي بعديها سجل منها هدف. وكان مصدر خطوره بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، حتى لو التوقيت قليل، لكن دي يعني هو لعيب عنده قدرات عنده امكانيات، عنده بيأثر في حق نفسه في بعض الاوقات بيأثر، ولكنه يعني عنده الامكانيات والقدرات انه تؤهله انه يكون لعيب من افضل اللعيبه الموجودين في مصر في الوقت الحالي. ببارك له النهارده والمباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى يكون موجود ومتواجد مع زمايله في الملعب، والاهلي ان شاء الله يحقق، يعني نتمنى يحقق نتيجه ايجابيه، مكسب يعني نتمنى. وان لم يكن فعايزين مباراه طريق باسم النادي الاهلي. صحيح. مبروك للنادي الاهلي ومبروك محمد مجدي قفشه، افضل رجل في المباراه، افضل لاعب في المباراه. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، مشرفنا ومنورنا كابتن ناصر. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. مبروك يا كابتن. اولا مبروك النادي الاهلي كابتن على الفوز النهارده، وهارد لك للفريق سياتل النهارده. بنقول النادي الاهلي النهارده مكاسب كثيره كابتن ايمن وعديده في هذه المباراه. خلي بالك، اول حاجه يمكن فرحه الجماهير يا كابتن شريف النهارده، النادي الاهلي فرح جماهير مصر كلها
بالوصول الى المربع الذهبي. الاهلي النهارده بيقابل نادي من افضل انديه العالم يا كابتن شريف، وده الناس كلها مستنيه المباراه ديت، دي ايضا دي فرحه للجماهير. النادي الاهلي النهارده شرف الكره الافريقيه بعد خروج النهارده الوداد، النادي الاهلي النهارده متواجد في البطوله. خلي بالك كابتن ايمن، يعني الكره الافريقيه محظوظه بوجود النادي الاهلي النهارده اللي كل مره على مستوى الدولي والافريقي متواجد وبيدي مردود. كابتن شريف جميل جدا جدا، بيدي امل وفرحه للكره الافريقيه. خلي بالك صحيح. اعلاميا ودوليا دي حاجه جميله جدا جدا. فمبروك للنادي الاهلي، ونتمنى طبعا بصرف النظر عن نتيجه اللقاء اللي جاي كابتن شريف، مباراه كبيره للنادي الاهلي والكل منتظرها، ومباراه بتتلعب كمان في بطوله مش بتتلعب كمان كمباراه وديه كابتن ايمن، دي حاجه جميله للنادي الاهلي. صحيح. نروح لحكم اللقاء النهارده، هو افضل حكم في القاره الاوروبيه. مظبوط. انتوني تايلور من افضل حكام النخبه الاوروبيه والدوليه. خلي بالك البعض يقول ان المباراه سهله، والبعض يقول يا كابتن عادل ان مفيش اختبارات، ولكن انا رايح لحتتين يا كابتن شريف. يمكن انا فتشت في المباراه كلها، رحت في حته ثانيه خالص بعيد عن بقى احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه والكلام الجميل ده، كيفيه التعامل مع اللاعبين داخل ميدان اللعب يا كابتن عادل. ازاي الحكم بيتعامل مع اللاعبين داخل ميدان اللعب؟ ازاي الحكم بيشعر اللاعب احيانا مع وجود هذا الحكم ان هو في مأمن؟ وده اللي احنا بنقوله للحكام دايما، خلي اللاعبين يبقوا مطمئنين ليك كحكم. هو النهارده اتعامل مع اللاعبين داخل ميدان اللعب، شوف لما بيقف يشرح للاعب القرار بهدوء، مش متعصب، مش مستعجل، رغم ان هي مباراه تحديد، ولكن النهارده انتوني تايلور النهارده قدم نموذج كيفيه التعامل مع اللاعبين داخل ميدان اللعب. كابتن بلد دي مهمه قوي، انتوا كلكم كنتوا لعيبه، وبتفرق معاكم الحكم لما بيكون هادي ويتعامل معاكم بود، دي بتفرق في ادائكم في الملعب. الحاجه الثانيه هو فرض شخصيته ايضا، يعني النهارده الراجل ما فيش حاجه ما حسبهاش كابتن اسامه، كل الاخطاء احتسبها ولكن بهدوء، مش منفعل، مش يعني متعصب، ولكن هو سهل مهمته في هذه المباراه. انتوني تايلور النهارده كمان الدقيقه 88 وهدف قفشه يا كابتن شريف كابتن عادل، هو اراحه طبعا من لعب الاشواط الاضافيه وتعبها ومشقتها، فيعني هو المفروض يشكر قفشه على الهدف في الدقيقه 88. خلي بالك هدف خلص المباراه، وبالتالي هو النهارده انتوني تايلور اعتقد نجح نجاح كبير جدا. من وجهه نظري هو يعني واحد من المرشحين يا كابتن ايمن للنهائي ان شاء الله، نهائي البطوله، وزي ما قلت النهارده هو قدم مردود مع زملائه. الحاله دي حاله مهمه جدا جدا، وبنشوف الهدف اللي سجل لصالح قفشه. اللقطه الاولانيه طبعا ما فيش اي مخالفه، واللقطه الثانيه كمان لحظه كمان اللعب اللي هو المدافع ترتد منه، بيرسي تاو كان خلفه، وبالتالي ما فيش اي، هنا نشوف هنا كابتن هتيجي في الرجل هنا اللقطه الثانيه، وهنا اللاعب بيرسي هنا متغطي باللاعب هنا واللاعب هنا، وبالتالي هدف صحيح 100%. دي خلاصه المباراه كابتن ايمن، ما عندناش حالات تحكيميه واختبارات تحكيميه داخل الصندوق، زي ما قلت مباراه سهله، حكم سهل على نفسه، ودي كانت النهايه. فمعنا طبعا وبنقول مبروك تاني للنادي الاهلي، صعود النادي الاهلي للمربع الذهبي في حد ذاته حاجه جميله جدا جدا يا كابتن شريف، بيقابل نادي كبير زي ريال مدريد، فرحه الجماهير دي كانت فرحه جميله. مبروك للنادي الاهلي والمجلس الاداره، مبروك للاستوديو التحليلي وكل الناس الكتيبه اللي هي في قناه النادي الاهلي النهارده، كلهم فرحانين. اتمنى ان شاء الله الاربعاء باذن الله نقدم مردود طيب باذن الله، ونقدم كره جميله يستمتع بها الجمهور كله يوم الاربعاء كابتن ايمن، ودي كانت اخر حاجه عندي. شكرا يا كابتن، امتعتنا كعادتك دائما. نورت يا كابتن. الله يخليك يا كابتن شريف. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسياتل ساوندرز الامريكي، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وتاهله لمقابله ريال مدريد العالمي في مباراه للكبار فقط، لقاء السحاب. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق المباراه القادمه امام ريال مدريد الاسباني ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده وامتعوني، كابتن شريف عبد المنعم شكرا كابتن والف مبروك. بشكرك يا كابتن والف مبروك، وعقبال الحضور الجيد باذن الله في مباراه ريال مدريد يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ومبروك، وليه لا، خلينا نحلم ان شاء الله نكسب الريال باذن الله يا رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن. شكرا لك يا ايمن، والف مبروك ولجماهيرنا والكل من ينتمي للنادي الاهلي، وان شاء الله مباراه كبيره مع ريال مدريد، وزي ما عادل بيقول ما فيش شك طبعا ريال مدريد نادي كبير وخبرته اكبر،
ولكن لابد ان لازم نحاول ان احنا باذن الله. والمغرب اديتنا مثل وان شاء الله يبقى التوفيق حلفنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، الف مبروك. اشكرك كابتن ايمن ومبروك طبعا لنادي الاهلي، فوز كبير وعظيم وتاريخ بيتكتب كل سنه. الحمد لله بنكتب تاريخ كبير جدا 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 جدا. صحيح. والاهلي مش بس مشرف مصر يعني، الاهلي مشرف افريقيا كلها، والاهلي هو مصدر السعاده لكل الناس في كل انحاء الوطن العربي وفي افريقيا. ان شاء الله المباراه اللي جايه تبقى مباراه طبعا باذن الله، ان شاء الله المباراه اللي جايه تبقى مباراه قويه باذن الله ان شاء الله، ايا كانت النتيجه احنا نبقى مبسوطين باذن الله. الحمد لله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.